أكلات الحكام والسياسيين وحكاية عصير الحمام، حياة الرؤساء مليانة بالغرائب والمفاجآت بنسمعها من كل اللي حوالينا، وبالأخص الطهاة والطباخين داخل الأسر الملكية والرئاسية. الناس بيتنقلوها بينهم والأجداد بيحكوها لأحفادهم. كتير منهم فاجئونا بالغريب في أكلاتهم زي ما فاجئونا بالغريب في السياسة، كمان في الأطعمة بتاعتهم زي عصير الحمام. أغرب أكل الملك فاروق طبق القصر. الملك فاروق آخر ملوك أسرة محمد علي، واللي أحاطت بيه ثورة 23 يونيو بقيادة جمال عبد الناصر، فتنازل عن العرش وغادر البلاد وراح لأوروبا في الوقت ده. من المعروف عن الملك فاروق إن هو معروف بقوته الجسمانية والضخامة رغم صغر سنه. كان بيعشق الأكل اللي ساعد على زيادة وزنه، وما كانش بيتبع أي نظام غذائي زي ما كتير من الرؤساء والملوك كانوا بيتبعوا نظام غذائي عشان يحافظوا على صحتهم من الأمراض. علي محمد علي طباخ الملك فاروق بيحكي وبيقول: كنت بشتغل طباخ في شارع عرابي باشا وسط البلد، وبعدها اشتغلت في محلات كتيرة مشهورة، واشتغلت في جروبي ومينا هاوس، واشتغلت برا مصر لحد ما اشتغلت في قصر الملك فاروق. كان مرتبي 4 جنيه في الشهر، وده كان مبلغ ضخم جدا. مستعدين 24 ساعة، مش مرتبطين بوقت معين، بنجهز الأكلات والوجبات والطعام في أي وقت بيحتاج الملك. وكمان بيقول إن الملك كان بيحب الأكل طول اليوم، والفتة اللي فوقيها اللحم، لحم الخراف ولحم العجول ولحم الموزة والمخ. الأكل كان بيتجهز يوميا لحوالي 70 فرد على مائدة الملك من البشوات. وبالنسبة للحوم كانت الوجبة المستديمة على مائدة الملك. كان الملك فاروق بيفضل الإفطار دايما البيض بالبسطرمة، والعشاء بيفضل الفراخ والرز بالخلط. ومن العجيب والطريف انه توفى بعد ما تناول مباشرة وجبة دسمة في مطعم إل دي فرانس بروما سنة 1965 18 مارس. الطباخ بيحكي ان هو كان بيحضر 60 حمامة وبيحطهم في الخلاط تتفرم كويس جدا وتتصفى من الشوائب علشان يشربها الملك فاروق. وده طبق يومي بيجيب الحمام وبيحطه في إناء كبير وبيتسلق مع البصل والجزر والطماطم لحد ما اللحم يستوي والخضار تماما، يعني يبقى مهري كده. وبعدين بتتصفى بالمصفى وبعدين الشاش، وبعدين بيشيلوا طبقة الدسامة اللي بتبقى على الوش، وبعدين يحطها في التلاجة عشان تبرد. والطبيعي الشوربة لما بتتشال في التلاجة بتكون طبقة الدسامة، فبيشيلوها تاني وبعدين تتصفى مرة تانية بالشاش أكتر من مرحلة لحد ما يوصل للمرحلة النهائية اللي بيشيلها وبيتلجها. والمفاجأة بقى في الشوربة إنها الملك فاروق بيشربها باردة، بتقدم باردة مش سخنة، ولونها بيكون ذهبي، وكانت من الأصناف المميزة. وعلشان الملك فاروق بيحب الأكل جدا، ففكر إنه يعمل مطعم الملك فاروق الخيري سنة 1932. كان بيضم جميع أنواع الطعام بالمجان، موجود في القاهرة في شارع الجيش منطقة باب الشعرية. افتتحوا المطعم ده زي ما قلتلكوا في عهد الملك فاروق عشان يكون أول مطعم بيقدم أشهى الوجبات للفقراء في القاهرة. الملك بنفسه أمر الاهتمام بالوجبات اللي بتقدم لهم، ولازم تكون بجودة عالية. قدموا الفراخ واللحوم بالمجان للي ما يقدرش يدفع، وبأسعار رمزية وزهيدة للجميع. وفي رمضان كانت بتفرد الموائد أمام المطعم لكل عابر سبيل. كان المطعم بيوزع بوجبات الفطار كمان على الفقراء في منازلهم، والملك فاروق عين طاقم خدمة خاص، يا سلام، علشان كمان يعاملوا المحتاجين معاملة حسنة وما يجرحوش مشاعرهم. لدرجة ان نشرت الجريدة في سنة 1941 عيلة كانت جاية من حي سكني بسيط وصلوا للمطعم في شهر رمضان واكلوا. بعد ما اكلت الست كان معاها وعاء كبير مليته بالاكل ومشيت وما حسدتش ولا دفعت ولا مليم ولا دفعت اي حاجة. المطعم فضل يشتغل 20 سنة واخد شهرة كبيرة جدا في كل انحاء مصر. كل الناس كانت بتجيله من كل مكان لحد ثورة 1952. المطعم اتأمم وتحول لمقر حكومي للشؤون الاجتماعية عشان صرف المعاشات، وبعد كده اتنقل وفضلت اليافطة موجودة مطعم فاروق الخيري موجود لحد دلوقتي. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد.